ماما ميا. بينما العالم التلوث فيه عم بيزيد ووتيرة الحياة صارت مزعجة بسرعتها، سيشيل بعدها بعيدة كل البعد عن هالمشاكل بجزرها ال 115 اللي تعتبر من الأجمل بالعالم. بتشتهر سيشيل بصخور الجرانيت، شواطئها الحلوة وجبالها الخضراء. من البديهي إنه بالجزر بياكلوا سمك، بس كيف بياكلوا السمك بالسيشيل وشو بياكلوا غير السمك؟ رح نعرف سوا من خلال هالحلقة. مجموعة مساحة جزر السيشيل 455,000 كيلومتر مربع، وهي بتنتشر على مساحة 1,400,000 كيلومتر مربع. ماهي هي الجزيرة الأكبر وفيها أصغر عاصمة بالعالم فيكتوريا، هالمدينة الصغيرة والحلوة بهندستها المعمارية والجبال المحيطة فيها، ومن مشاهدها الحلوة بالأخص الصبح سوق سيلوين. جميل، مشهور مشهور بالسوق كتير بشعراته الطويل، وهو أحد البائعين هون. أميل، tell me about your cuisine. The Seychelles cuisine. Spicy cuisine. Yes. Because Seychelles people, if there is those spices in their kitchen, they will never try to say that is a good cuisine. أميل عم بيقول إنه المطبخ بالسيشيل من دون spices ما بيعتبروه مطبخ، فالتوابل كتير مهمة، وبالأخص الحر، الفلفل الحار. بيستعملوا كتير كمان من الخضرة، بيستعملوا كتير أعشاب. السمك كتير أساسي بطبخهم، بيستعملوا المانجو والموز كخضرة وكفواكه. عدد سكان السيشيل 70,000، 90% منهم بماهي، إلا أنه هالجزيرة بتتمتع بالهدوء والشواطئ الرائعة ومنتجعات بتطل على مناظر خلابة بتفتح النفس. سيشيل وأكل طيب وسمك وكوكونات وريحة التوابل طالعة كلها تحت من خارب بتجنن. والشيف جيرالد معنا، شيف معروف كتير هون، ورح يعملنا أكلة كمان من لانغوستر يلي كتير مشهور هون ويلي بيستعملوه كتير. ولحتى نعمل هيدي الأكلة أنا بزوان دو بوكو دي زانغريديان، بحاجة لتوابل كتير وأشياء كتير. دونك تو دابا أنا لانغوستر دو لاي، توم، عنا فلفل أحمر وفلفل سوري فلفل أصفر وفلفل أخضر، دا كويان دو فوي دو كوري، كزبرة وورق الكاري، لونيون، بصل مفروم، سيبوليت، بصل أخضر صغير مفروم، طومات، بندورة، دي بيمون، سيشيل، فلفل أخضر حار أكيد سيشيل، دو كوري باودر، بودرة الكاري، دو سافران، العقدة الصفراء أو الكركم، أون بو دو بور، زبدة، دو لي كوكو اكيد ناتيو. حليب الكوكونات، حليب كوكونات حليب كوكونات فريش وطازه معمول معصور من شجر الكوكونات، واكيد ملح وبهار. فاذا بنبلش اول شيء بشويه زبده، اون بو ان بو بور، ان تو بتي بو بور، اي سا سي بيورمون كريول. واي سي بيورمون كريول. نزيد فوق لانغوست. هيدي أكلة 100% كريول، الأكل بالسيشيل بسموه كريول. Un peu de l'ail pour donner un peu de goût. Je peux vous aider. Dis-moi ce que tu veux. Je veux un peu de curcuma. Curcuma. Ouais. Un petit peu pincé. Et voilà, les mains jaunes. Ouais, c'est pour salir les mains. Me dites d'aller à l'ail de safra. Ça sent bon déjà. ريحتها حلوة طلعت. Et puis je peux avoir de l'oignon. L'oignon. نزيد عليها البصل. L'oignon. L'oignon. على فكرة الحياة بالسيشيل ما معقول شو رواق، خاصة سكان السيشيل اخذين الحياة كتير برواق، بالأخص يلي بس بيشتغلوا بصيد السمك. ليت كوكو، بزيد عليها حليب، حليب الكوكونات اكيد مش حيلا حليب، تقريبا 3 ملاعق كبار. اون لي لاس شوفي ان بو، بنخليهم شوي يغلوا مع بعض مع اللانغوست. دقيقتين تقريبا على النار.
فبقى ان بيتو دو كوريتو. بعد دقيقتين بزيد ال اوكي تمام بزيد الكاري باودر بودرة الكاري تقريبا مقدار ملعقة كبيرة. Tu me fais avoir un peu de coriandre avec du feuille de curry. Bien sûr. بحركهم وبيرجع بزيد الكزبرة وورق ال الكاري يلي طار نصه لبرا. Avec la moitié dehors. Ouais, avec la moitié dehors, avec le beurre. Cuisiner en plein air. Ouais. C'est chouette, toi. هيك اللي بيطبخ برا هيك بصير فيه. Voilà. ليش لا؟ Les feuilles, on tire tous les saveurs avec ouais. tout ça. Quelques minutes. Quelques minutes. هلا كمان بيرجع بيخليها تقريبا دقيقتين لحتى تطلع الطعمة كمان من ورق ال من ورق الكاري ومن الكاري من الكزبرة وبزيد شوية مي لأنه على الغليان بيصير الحليب حليب الكوكونات سميك فبرخي بشوية مي. On laisse mijoter un peu. Et on apprécie l'odeur. حط شوية حر شوية صغير شوية صغيرة. الخطوة التالية. بيزيد الفلفل الأصفر والأخضر. لا طماط. Attention avec ça. Tu veux pas? Tu veux pas encore? Je crois pas. Visite le banadour. Tout le monde peut me lancer le mao le har. Une c'est pour la déco. Oh d'accord. Pour la déco, d'accord. Mensid, je vais te mettre le haché, poivre, peut-être, un tout petit peu. Je vais te faire le aswad, je vais griller. Et maintenant, on peut dire que c'est prêt. Oui. Vous êtes conseillé de jaser. بيتاكل مع رز ابيض مسلوق. احلى شيء واحد ياكل سمك حد البحر من البحر وما بس هيك يسمع هدير البحر شو عم بيقول. مختصر مفيد. الساحل الغربي بماهي أكثر روعة وتنوع وشواطئه بتسحر بطبيعتها البرية وبتخبي مطاعم تقليدية رح نتعلم بإحداها أكل طيبة. كاب لازار منطقة كتير 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 حلوة بغرب ماهي فيها شواطئ بتجنن روعة وكمان فيها شيف كتير معروف هون بطيب الأكل الكريول الأصلي شيف غوتفري. How are you? Fine, thank you. And you? Beautiful place. Really, it's really nice. Yes, one of the most beautiful in Mahé, maybe. And it's one of the most place where we cook only creole. Yes. Okay, so you will do creole dish, which is made of chicken. Chicken, yeah. The food is made from the dajj and the spices, masala. We have is it a spicy masala? It's very spicy, but very spicy. Yeah, okay. But that's mean that is what you don't have to put too much. Too much. That's just a little bit. هذه مسالة الخلطة المسالة, which is tropical masala. Tropical, yeah, not local, Indian yeah. masala. Okay. Get from here. مسالة من السيشيل يعني خلطة متعددة من البهارات أو من التوابل بس شوي حارة. And the ginger. We have the ginger. Not too much. زنجبيل. And we have the garlic. Garlic, ثوم مدقوق. We have the turmeric. العقدة الصفراء. Yeah. And the salt and pepper. And we have the salt. فلفل الأسود والملح. And for the last we have the coconut milk. حليب الكوكونات. وآخر شيء ورق شجر القرفة يعني مش القرفة اللي هي بياخدوها من الجزع الشجرة. It's the first time I see this. Yeah. Usually we use the bark or the powder. But yeah, this is the first time we use the because, leaf. But the powder, it's more stronger than this. Nice, okay. So we start. Okay. We mix the chicken first. Yeah. Okay. To start, you will take your chicken. Which is cut to pieces. Into small pieces, not too, not too big. Yes. Okay. أول شيء بنحط الدجاج المقطع لشقف صغيرة. You use the breast, the legs, anything. Whatever. And the whole chicken. Okay. But الدجاجة كلها ممكن تحطوها. But there's some people like to use the part with the bones. Yes. Yeah. Yeah. Tasty. And okay. We add firstly, we add the salt because the chicken must be seasoned first. Okay. نحط الملح. Okay.
don't have to use the spoon, no problem. Fingers. Much better. You know how much you're putting. بحب يحط بأصابعه حتى يعرف قديش عم بحط. Salt. Then we have the pepper. بهار. Not too much because not too good for the health also. Okay. ما كتير بكتره لأن بيقولوا البهار الأسود ما كتير منيح للصحة. Then we can add the spices like first with the garlic. This you can put as much as you like. Very healthy. توم بحط كتير لأنه صحي. Can put all, no problem. Yeah, put all. And the ginger. We add the ginger. Mm-hmm. Yeah. It's also good. But too much will make the taste very. It will. It will cover the other spices taste. Normally, you add more garlic than the ginger. Ah, okay. Yeah, okay, that's good. Okay. بحط عادة توم أكثر من الزنجبيل. Yes. Then we add the masala. لأنه الزنجبيل إذا كتر كتير بتصير يغطي طعمته على طعمة البهارات الباقية أو التوابل الباقية. Right. وآخر شيء المصالة. Then we're going to add the turmeric. The turmeric. Yes. لا ده الصفرة. Yeah. Spoon. Okay. The coconut milk we're gonna add it when we're going. Okay. And what about the leaves of canela leaves? Also when we're going. When we're cooking. Yeah. Okay. Now we have to mix it well. فإذا الحليب بالكوكونات والورق الورق القرفة بيحطهم هو وعم بيطبخها على النار بيخلطها كثير منيح ممكن يخليها ل 10 دقائق 15 دقيقة تتشرب الطعمة وعلى النار ما بتاخذ وقت كثير بنزيد ورق القرفة وبنقليهم بنخلطهم مع الدجاج نقلب الدجاج منيح لحتى يحمر من كل الجهات بعد 5 دقائق تقريبا بنزيد حليب الكوكونات نرجع بنحركهم مع بعض وبنخليه لمدة 7 دقائق تقريبا على النار روعة ودجاجاتنا صاروا جاهزين ريحته شو حلوة طعمته حلوة مثل هالمحل يامي من ماهي منتوجه بالزورق السريع للسيرف آيلاند يلي بتبعد 5 كيلومتر هالجزيرة الصغيرة بيقصدوها السواح عادة للغطس وكمان لياكلوا سمك ملفوف بورق الموز مشوارنا على هالجزيرة كان خصوصي لحتى نلتقى مع الشيف جولن يلي صار له شيف أكثر من 14 سنة ومختص أكيد بطبخ الكريول الكتير طيب رح يعملنا اليوم أكلة سمك بلفوها بورق الموز ومكوناتها هن بحاجة لسمك أبيض سميك مانجو مقطع على شقف كتير صغيرة بندورة مطحونة ثوم وزنجبيل مخلوطين مع بعض مطحونين زيت نباتي بصل مقطع صغير صويا صوص شوية عصير ليمون ملح بهار وأكيد ورق موز Nice to meet you. Nice to be with you. Thank you. Okay. Okay. So you're going to make for us a very special dish. Yes. With banana leaves. Yes. Now we can start with the marinade. Yes. Okay. First, you have the mango. Okay. Yes. And put the onions. Yes. فإذا أول شيء بحط فوق المانجو المقطع صغير بحط البصل. Yeah, the mango to get the sour because yes. Yeah, because the mango is very the green mango is very sour. Yeah. Yeah. So I put the garlic ginger. I'll hold it for you. Garlic ginger. Okay. Okay. بحط ملعقة كبيرة زنجبيل مع ثوم مدقوق. Okay. Tomato. بندورة مطحونة. Okay. هاي بيستعملوا فيها المانجو الخضراء لأنه بتكون طعمتها حامضة. Okay. غابة الشمس. Okay. And then what? Soya sauce. Okay. Hold it. One spoon. One spoon.
اوكي. بزيد عليهم صويا صوص. اوكي. الليمون. يس. اوكي. والحامض. اوكي. والسولت. The oil. Oil. Okay. Oil. Because it's going to. It's a lot of oil. Marinate, yes. Going to marinate it. Yeah. Okay. Then and then the salt and salt pepper, of course. Okay. Salt. Yes. And pepper. And salt. Little, not too much. Little. Okay. Okay. Then we have to mix it very well. Then as an going to mix it very well. Yes. Yeah. اوكي مهضومة الشيف عبكرة. فإذا لحد هلا سهل كثير، بس مجرد انه ينخلط كل المكونات مع بعضهم وينحطوا على السمك ونخلي السمك يتشرب هالصوص هيدي. فإذا بعد ما نخلط كل شيء مع بعض المكونات بنغطي السمك فيليه السمك فيهم. We can do it with any kind of fish. Yeah. Any kind. Any kind of fish, red snapper, grouper. Any like kind, this yes. This is a job fish. Mm-hmm. And also the mini fish, mm-hmm. the reef, like a parrot fish. Yes, so any kind yeah, of any fish. Any kind of fish, yeah. أي نوع سمك بنعمله هالتتبيلة أكيد. Turn the fish over. We should cover it very well. Cover it very well. Okay. And if we don't have the banana leaves, yeah. can we do it with the aluminium foil? Or yes, I know it's not yes, gonna be yes. the same, but it won't be the same. Can we? why I do the with the banana leaves? You get the yes. flavor. You get the flavor of the banana leaves. Ah, that's so why, okay. That's why I want to put it in the banana leaves. I can put it in anything else. Yeah. Because the banana gives a nice good flavor. Yeah. Okay. سألته إذا ممكن إذا واحد ما عنده ورق ورق شجر الموز إذا ممكن يحطه بورق الألومنيوم. هي ممكن بس حتطلع غير طعمة بالمرة لأنه ورق الموز بيعطي طعمة ما بس للتغليف. So now we the marinade is ready. Yeah. The fish is ready. Now going to put in the aluminium in the not aluminium foil. In the banana. Banana leaf. So. أثرت عليه. Okay. So you ready? Yes, we are ready. Are you ready? I'm ready. Okay, great. Okay, just take out a bit of. The hard part. فإذا ورقة الشجر الموز تنشيل منها الجزء اللي بالنص بيكون اللي بيكون سميك العرق. Yeah. Okay. Yes. First, you take the fish. Mm-hmm. You put inside. See how? And also the green yeah. color is yeah. is really nice. Yeah, very nice. Yes. Then easy, you fold it like that. أول شيء بنلفها. Yeah. Then you rock it. بعدين منسكرة. Yeah. Then you turn it. وبعدين منبرمها. Then you finish. Very easy. Very easy. هين كتير. و we leave it like this for yeah. like half an hour. Half an hour, yeah. Yes. Then in the oven for 15 minutes. 15 دقيقة. Then ready to eat. Okay. Yeah. نص ساعة بنتركها بورق الموز لحتى تتشرب الصوص، بعدين بنحطها بالفرن لمدة 15 دقيقة بس. And then we will open it. Open it, it yeah, put it, eat it. It yeah. بعدين بنفتحها وناكلها أكيد. غالا ثاني أكبر جزيرة بالسيشيل، جوهرة أخرى بالمحيط الهندي، وبالرغم من شواطئها وبحرها إلا أنه فالي دومي خطفت الأضواء بهالجزيرة. إذا عبالكم تحسوا حالكم رجعتوا بالزمن في محل كتير حلو هو فالي دومي، محمية طبيعية عمرها ملايين السنين، من أجمل شيء ممكن يشوفه الواحد ببغالا. نوع من الأشجار بينبت ما موجود بالعالم إلا هون، بيشبه الكوكونات ولكن مختلف عنه كتير بشكله وبالطبيعة تبعيته. هالوادي هو واحد من أصغر المحميات الطبيعية بالعالم، ولكن من أهمها لاحتوائه على نبتة جوز الهند المزدوجة الفريدة من نوعها. هالشجرة فيها الذكر والأنثى يلي بتحمل أكبر بذرة بالعالم ممكن يوصل وزنها للعشرين كيلوغرام، وبيلزمها من 6 لـ7 سنين حتى تنضج. والشجرة الأم ما ممكن تعطي الثمار قبل عمر 25 سنة. في معنا شيف كثير مهضوم هو أليكس. أليكس كثير بحبوه بالمنطقة هون وكثير بحبوا أكلة النوغا اللي بيعملوها، الكوكونات نوغا اللي بيعملها أليكس، وهي أكلة حلو خاصة كثير بالسيشيل. How are you, Alex? I'm fine, thank you. And it's you? Good to be with you. Thank you, welcome. So you're going to teach us your famous coconut nougat. Okay, that's yeah? what the tourists want when they come to Seychelles. Yeah, بقول السواح كلهم بحبوها لما يجوا على السيشيل.
And to do your famous coconut nuga, we need, of course, coconut. Coconut, the first ingredient. Fresh coconut. Fresh coconut, yes. بحاجة لكوكونات طازة. عندهم كرسي خصوصي بيبرشوا الكوكونات عليها، كتير حلوة. الواحد بيقعد وبيبرش كوكونات، لا الله يفرجها. موز، سكر، فانيلا، مي، ولون إذا عبالكم تزيدوا له لون رح تصير لونها حلو. Alright. Time for action. Alright. Okay. You go ahead. So, me, I told you what you do and you... No, we do it together. Okay. You tell me what you want. Water first. Okay. فإذن أول شيء بدنا نحط مي. Half of the water, not much. Half of this. نص هيدي الكمية. Okay. Voila. Sugar. And then the sugar. Okay, let's see, half of sugar. Half of this. The sugar, yeah. منزيد لها السكر. يعني بيكون البيس تبعها مي وسكر وبعدين ال And then we add coconut. So we wait for it until it boils a little bit. Yeah. Okay. It's good. Okay. But it's dangerous to stand under a coconut tree. Yeah, it might fall on your head. Look, it's just above us. وكثير مهم الواحد ينتبه لما يقعد تحت شجرة الكوكونات، لأنه إذا وقعت الكوكونات على راسكم، على فكرة في ناس بيموتوا من الكوكونات. تخيلوا واحد، imagine someone is coming to spend vacation and then he dies from a coconut. That's a really problem. It's a big problem. Okay, shall I put the coconut? Yes. Half? Okay, half of the coconut. فإذا بعد ما يغلي شوي المي والسكر، بنزيد الكوكونات. It has to boil. Yes. For how long you keep it boiling before we add the banana? Until you see that it's coming a little bit sticky. Before it's too much sticky, but just before it's coming. All right. So we'll keep it boiling here, and then now we got to prepare the banana. Okay. We got to peel the banana and we smash the banana. You smash it inside? No. Where do you smash it? We smash it in. We have this plate there. We can put. هلا هني وعلى النار السكر والماي والكوكونات، نخليهم يغلوا شوي مع بعض على نار خفيفة. يس. بيجي دور الموز. You peel one, I peel one. مهضومين موزاتهم. So cute these bananas. Okay. How many banana you will use? Let's say we use four of these banana. Four. Okay. أربع موزات صغار. يعني كل موزتين قد موزة تقريبا من الموز اللي نحن بنعرفه. But mostly we do it because it depends of the size of the banana. Yeah, exactly. The size, but yeah. These are quite small. And now you just go like this. Yeah. Okay. You hold the plate. I'll smash. Okay. Yeah. Okay. You just press on it. Okay. I'll hold the plate. You smash. Okay. Okay. فإذا لازم ينمعصوا الموز. Okay. Much better. This is a Seychellois dick. That's nice. Coconut and banana. Yes. And vanilla. Yeah. Great. هلا الموز لما ينطبخ مع الكوكونات والـ I just put it here. رح يغلي معه ورح يذوب معه، يعني لما الواحد يشوفه ما كثير بيعرف انه في بقلبه موز. اوكي بعد 10 دقائق تقريبا. So now you have to add the vanilla. The liquid vanilla. بنحط شوية فانيلا سائلة، ممكن نحط فانيلا باودر بودرة بس السائل ريحته كثير أطوأ وطعمته أطيب. And the coloring. And the coloring. بجزيرة لاديق كثير بيزرعوا فانيلا. There's a lot of there's not a lot but quite a good plantation of vanilla in لاديق, right? Alright. And the coloring. هيدا الكولورينج green. Not much green. It's Seychelles. We are in green Seychelles. Yeah, look, everything All is green. All of trees, yeah. Yeah. بحب يعملها خضرة لأنه سيشيل كتير فيها خضار. Okay, we stir it a bit and it will be ready, right? Yes. Great. Okay. Coconut nuga, هيك بتصير. Very nice. It's very okay. Good. Now we finished cooking. هلا خلصنا طبخ. So you can take your hat off. No hair will fall. Oh, that's nice. Since how long you have your hair like this? It's about 10 years. 10 years. Yeah. 10 سنين شعراته هيك. Great. Looks Thank nice. You. Okay. So I'm roots like the coconut. You have roots. عنده جذور مثل الكوكونات. Okay, I will try your coconut nougat. How is this?
You can't beat the taste of coconut and banana. It's always good. Okay, thank very you good. Very much. The coconut, جوز الهند مع الموز، ما معقول ما يكون طيب.